كل الاكبر طبعا في الدفاع والحراسه. واحنا رددنا اكثر من مره انه تجديد التعاقد مع البحريني محمد حسين خطأ، كان خطا كبير، وكان يعني قرار غريب. وانا من قرات خبر التجديد، وانا والله قلتها حتى في احد البرامج، انه هذا مؤشر انه اداره النصر ليس لديها الطموح، او بدات همتها تضعف في استمرار